ابقيا معي انت كرمتما ضيفي الكريمين. الان نذهب الى الدكتور ناهض ابو طعيمه. دكتور ناهض، مرحبا بك سيدي الكريم. اهلا وسهلا بكم. من اين تحدثنا يا دكتور؟ نحدثكم من مجمع ناصر الطبي من المنطقه الجنوبيه لقطاع غزه. كيف الحال لديك يا دكتور ناهض؟ الحال وصل المجمع ناصر الطبي العديد من الإصابات اليوم، إلا أن الأمور يعني أهدى من الأيام السابقة، حيث وصل 42 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة وحرجة. وصل 26 شهيدا اليوم لمجمع ناصر الطبي، جل الإصابات والشهداء من المدنيين والأطفال والنساء. كيف تديرون مداومات الأطباء والفرق الطبية في لحظة كهذه يا دكتور؟ نحمد الله أن كوادرنا الطبية العاملة في مجمع ناصر الطبي تعمل على مدار الساعة لتخدم أبناء شعبها وأبناء وطنها، حيث تقدم الخدمة الجراحية على مدار الساعة لأبناء هذا الشعب العظيم الذي يقدم روحه فداء لهذا الوطن وفداء لمقدساته الإسلامية. كوادرنا الطبية تعمل على مدار الساعة تقريبا منذ بداية العدوان، والكثير من الكوادر لا تغادر المشفى لإنقاذ المصابين وتقديم الخدمات لهم. علاوة على ذلك، الكوادر الطبية لها مسؤولية اجتماعية لعائلاتهم وأسرهم وأبنائهم في البيوت. فالكادر الطبي وغير الطبي الذي يعمل في المجمع على مدار ال 24 ساعة يذهب ثاني يوم للبيت ليعاني معاناة شديدة مع أسرته وبيته وأطفاله، لتوفير الغذاء وتوفير المياه وتوفير ما يلزم البيت من احتياجات أساسية. هذه الاحتياجات تحتاج إلى أشياء كثيرة، تحتاج إلى وقود لدفع المياه إلى الأسطح العالية، تحتاج إلى وقوف في طوابير كبيرة جدا تصل إلى الساعات لتوفير الخبز لأطفاله، ويأتي في اليوم التالي ليعمل 24 ساعة متواصلة في إنقاذ المصابين. هذه الكوادر الطبية العاملة والكادحة منذ بداية العدوان حتى اللحظة لهم جزيل الشكر والتقدير على هذه الجهود الكبيرة. طيب دكتور ناهض، مستشفى ناصر كانت صورة حقيقة تلازمنا دائما طوال التغطية الإخبارية لما يحدث وهذه الحرب على قطاع غزة، ورأينا تعرض محيط هذه المستشفى كثيرا إلى القصف. خان يونس تحديدا تعرضت للقصف مرات عدة، يعني عشرات المرات. كيف أثر هذا على محيط المستشفى وعلى تقديم الخدمة الطبية في داخل المستشفى؟ نعلم أنه الوضع صعب، ولكن إذا وصفته لنا بشكل دقيق. نعم، العدو الصهيوني ليس له خطوط حمراء. العدو الصهيوني يستهدف المستشفيات والمؤسسات الصحية التي تخدم الجرحى. مجمع ناصر الطبي كباقي مستشفيات قطاع غزة تعرض في البيوت المجاورة له للقصف، وهي بيوت مدنية. حصل خراب كبير في الزجاج، في الفور سيلينج، في الأسطح، أسطح الغرف، المرضى كذلك غرف العمليات. فتقريبا تعرض جوار المستشفى للقصف المتواصل، وهذا أثر على تقديم الخدمة الطبية وأثر على تقديم الخدمة الصحية في أقسام المبيت للمجمع. دكتور ناهض، ما الذي ينقصكم الآن نقصا ملحا؟ أولا ينقصنا الدعاء من إخواننا في الوطن العربي والإسلامي، ينقصنا الكثير، أن يقف الجميع إلى جانب هذا الشعب الفلسطيني. ينقصنا الكثير، لا نريد يعني كثير من المستلزمات والمستهلكات الطبية. نريد أن أذكر التفاصيل يا دكتور ناهض أرجوك. أنا سألتك في البداية من أين تحدثنا، لأنني كنت أحب أن أضع المشاهد الكريم في سياق وجودك داخل هذا المرفق الحيوي في قطاع غزة. ما الذي ينقصكم
بالأسماء يا دكتور. نعم، ينقصنا في مجمع ناصر الطبي الصحيح إفراغ الأسرة المبيت، حيث الأسرة ممتلئة، نحتاج إلى تحويل مرضى للخارج لاستكمال علاجهم وتقديم الخدمات الجراحية لهم وإنقاذ حياتهم وشفائهم. ينقصنا الكثير من أجهزة تثبيت العظام، ينقصنا الكثير. أجهزة ماذا يا دكتور؟ عفوا، أجهزة تثبيت العظام. تثبيت العظام، نعم بالضبط، تثبيت قصور العظام. ينقصنا أجهزة التنفس الصناعي لمرضى العنايات المركزة. هذه تقريبا هي الأمور الملحة حاليا والضرورية التي نحتاجها في الوقت الحالي. إلى من تلجأون يا دكتور؟ نلجأ إلى الله بداية، ونعم بالله، وإلى أمتنا الإسلامية والعربية أن تكون على قدر المسؤولية وتقف إلى جانب هذا الشعب المظلوم. يا سيدي ندعو الله أن يرفق بكم. شكرا جزيلا لسعادة الدكتور ناهض أبو طعيمة مدير مستشفى ناصر بخان يونس.